قرر نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة منع ظهور الفنان رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين تسوية أوضاعه القانونية، وجاء في القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج رامز مجنون الرسمي لمقدمه رامز جلال على قناة MBC مصر، وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين من محتوى البرنامج. وأضاف قرار النقابة أنه بعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته 10 والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته 3 والتي تنص على الآتي: تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي. وتابع: حيث أن رامي الجلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة MBC وهي موجهة للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية، وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيدا بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.